وضحت لهذا. فالقصة نعم، فالقصة هنا ليعلى ابن أمية أنه أتى النبي عليه الصلاة والسلام وهو قد لبس إحراما، عليه جبة مضمخة بالطيب، يعني مملوءة بالطيب. وهذا من فوائده أنه في الحج والعمرة يجوز للرجل أن يتطيب في بدنه ولا يجوز له أن يتطيب في إحرامه. ولذلك من حديث عائشة في الصحيح: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، وإني لأرى وبيصة، يعني وميض الطيب، في مفرقه عليه، في مفرق عليه الصلاة والسلام. لكن ملابس إحرامك لا. طيب أخطأت والأهل في البيت أو أنا من نفسي قمت طيبت إيش؟ ملابس الإحرام ولبستها وذهبت، فلقيني إنسان وقال يا أخي هذا محظور محظورات إيش؟ الإحرام، هل فسدت بذلك عمرتي أو حجي؟ ما فسد بذلك، كل ما هنالك أنك فعلت محظورا من محظورات الإحرام، فعليك أن تزيل هذا المحظور وتكمل في عمرتك أو حجك وتأتي بكفارة، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، أنك فعلت هذا المحظور يعني في هذا، وهو الطيب الذي أنت تطيبت به في ملابسك.